السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة عقارات بلادي. كما كتشوفوا معنا في الفيديو اليوم جبنا لكم هذه الارض اللي باغا تباع، اللي باغي مولاها يبيعها، والمساحه ديالها كتار. وهاد البلاد كما كتشوفوا معنا في الفيديو مربعه، التربه ديالها تربه مزيانه، وكتواجد في منطقه تا هي زوينه قريبه للشانطي كما كتشوفوا معنا، وقريبه للضوء كتشوفوا في القطوات اللي كاينين ديزين في البلاد، وقريبه للشانطي، شانطي غودرون كما كتشوفوا. الوراق ديولها وراق مزيانين، وراق تيتر. وهاد المنطقه الماء راه كاين، الماء متوفر، كاينين الناس تمايا، كاين اللي يدير الغرس، كاين اللي يدير النعناع، كاين يعني كاين الناس كيسقيو، الماء راه مزيان. اما على الموقع ديال هاد الارض كتواجد بولاد سعيد قليم سطات، قريبه من سوق الاربعاء ديال ولاد سعيد. كما كتشوفوا معنا البلاد زوينه، والموقع حتى هو زوين، راه كيبان لكم الشانطي ديز عليها، وكاين الضوء حتى هو راه ديز البوطوات ديال الضوء، الا بغيتي تخرج الكهرباء تما راه متوفره. المنطقه معروفه، هذه المنطقه كاين فيها الماء مزيان، كاين ناس كيسقيو تما، كاين اللي يدير الغرس، كاين اللي يدير النعناع، كاين اللي يدير قزبر، كله الزارع تمايا، يعني كاين السقي تما، يعني الماء راه متوفر. واللي بغى هاد الارض هذا يتواصل معنا، الرقم غنخليه في العنوان وفي الوصف، يتواصل معنا ونعطيه المعلومات كامله ويكون خير ان شاء الله. وكما قلنا راه تيتر فونسي، يعني الوراق ديالها مزيانين، ما فيها حتى شي مشكل، ما فيها حتى شي مشاكل. والمساحه ديالها كتار 10000 متر مربع، الارض راها مربعه وراه مزيانه، والتربه راه كتشوفوا فيها التربه راها مزيانه، صالحه للزراعه، صالحة للبناء. اللي باغي يبني ولا يدير شي فيرما او يدير شي بناء ولا شي مشروع، راه صالحة للبناء، هكتار راه ياخذ عليها الرخصة ويبني. وحتى اللي بغى يدير شي مشروع ديال الدجاج، يعني كوارة ديال الدجاج ولا البيبي، راه بامكانه ياخذ عليها الرخصة. لكن حتى شي كوري ديال الدجاج يعني ممكن يدير هذا المشروع هذا. كما قلت لكم اللي بغى هاد الارض هذه يتواصل معنا على الرقم، راه كاين في الوصف وفي العنوان. وفي الاخير ما تنساوش الاشتراك في القناه عقارات بلادي، باش ديما تتواصلوا بالجديد وديما الجديد معنا ان شاء الله. وكنشكر المتتبعين ديالنا اللي ديما معنا وكيتواصلوا معنا وكيتصلوا بينا، كنشكرهم بزاف. الى اللقاء.